وعمل لما بعد الموت.
تتحدث بلقاء الله جل وعلا. والاستعداد للقاء الله جل وعلا يكون بالعمل الصالح، ويكون بالسعي وبالجد والاجتهاد. الراحة لا تنال بالراحة، الراحة لا تنال بالراحة، الراحة لا تدرك ولا تنال بالرحمة، والنعيم لا يدرك بالنعيم. لهذا الإنسان يجب أن يجتهد في هذه الدنيا حتى ينال مطلوبه وينال ثواب الله جل وعلا في الآخرة. من داد نفسه عمل لما بعد الموت عمل، والعمل هنا دلالة على السعي والجد والاجتهاد والنشاط. عمل لما بعد الموت أي قلبه دائما مرتبط بالدار الآخرة، مرتبط بالأعمال التي سيقدم بها على ربه جل وعلا. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان الكيس. الكيس مش اللي يعرف يجي يتحلى بالناس ويأخذ الحقوق ويضمن ويتعدى ويعرف يضع ويعرف يتخوف ويعرف الحيلة ويعرف المكر ويعرف يشهد على الناس. احنا هذا هو في نظرنا الإنسان الكيس. احنا كيشوفوا إنسان كيما الله يقول هذا إنسان قافز، إنسان قافز يعني ما شاء الله عليه. عايزين نقول ما شاء الله عليه. إذا مغالطة كبيرة أنا أطمئن في هذه، لماذا؟ لأن الموازين اختلفت عندنا الموازين، فأصبحنا لا نقيس الأمور بحقائقها. الأمور ما أريدش نقيسها بالحقيقة نتاعها. دلنا الحقائق تاع الأمور، حقائق الأشياء دلناها. الإنسان الكيس في نظرنا هو الإنسان اللي يعرف كيفاش يتحيل على الناس ويظلم ويتعدى ويراوغ ويلوم ويخدع وغيرها من الأوصاف القبيحة. بينما الإنسان اللي فيه الخير ويساعي رفعته الله جل وعلا ولا يؤذي الناس، وفيه صفة التسامح وصفة العفو وصفة الكرم الاحترام والتوقير، يحترم الناس ويقدرهم. هذا في نظر الناس ايش يسموه؟ نية. ايوا هذا نية. ما يعرف درويش، واحد يقولوا نية وواحد درويش، هذه الألفاظ تختلف على حسب المناطق. ولكن يهمنا الوصف. الإنسان اللي فيه الصفة الطيبة للظهر والعدمين يقول لا، ويعني يصطلح على هذا المصطلح تاع النية. هذا نية، يعني الإنسان مازال له نية. يشوفوا الإنسان يشتغل بطاعة الله جل وعلا وهمه الأمر تاع الآخرة، يقول هذا الإنسان متخلف، هذا الإنسان متخلف، الناس راها طايرة وهو راح على حبس نصف الله على دينه. شفتوا الموازين قبل هذا علاش؟ الجهل تاع الحق ردناه باطل، الباطل ردناه في الحق. عشنا في نتقلب، عشنا نتقلب في ظل السنوات الخداعات كما قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام. السنوات تمام فيها خائن والخون فيها امين، والكذب فيها الصادق والصدق فيها امين، والصدق فيها الكذب، وغير ذلك من علامات الانحراف اللي يصيب مجتمع الاسلام مما تنقلب عليها الموازين. لهذا الانسان الكيس من هو؟ هو الذي يعمل الاخره ويستعد للقاء الله جل وعلا. العاجز، من هو العاجز يا رسول الله؟ هو الذي أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أمامه. أتبع نفسه هواها يعني يتبع الهوى تعالى، يتبع الهوى تعالى ما تبليه عليه النفس، خواطر وأفكار منحرفة عن الحق. هذا أفكار منحرفة عن الحق تولي عليه أن يفعل كذا وأن لا يفعل كذا، الأهواء تاع النفس تعالى تبلي عليه أن يفعل كذا ولا يفعل كذا، كل ذلك خلاف لشرع الله جل وعلا. هذا ليس العاجز. إذن يتمنى على الله أماني، أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله أماني، أن يسمع فرص في الأحلام في الأماني. هذا هو الإنسان العاجز. إذن العجز والكسل مرتبط باتباع الهوى، صفة من صفات المنافقين، مرتبط بعمل الشيطان، مرتبط بوسوسة الشيطان. العجز والكسل هو مرتبط كذلك باتباع الهوى. ومن العجز والكسل اثار قبيحه كما قلت لكم على الفرد والمجتمع. لهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله جل وعلا من هذين الامرين ومن هذين الدائين في كل صباح وفي كل مساء. بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ
الله جل وعلا من شر هذين الدائين في كل وقت وحين، كما ثبت في الروايه الثانيه الحديث. حتى روايه الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم منه في اثقال الصباح والمساء، في روايه اخرى كان يكثر منهم، كان يكثر منهم كما قال انس رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاه والسلام يكثر ان يقول، يكثر ان يقول، يعني يكثر من هذا الدعاء بالذات. اذا غير مرتبط بالصباح والمساء، وانما يقول في كل وقت وحين. وجاء حديث اخر قيل ما اثقل الصباح والمساء. هذا كله دلاله على اهميه الدعاء، دعاء مهم جدا، به باذن الله جل وعلا نتخلص مما نحن فيه من هذه الظواهر السيئه التي نعيش فيها. يعني قلت لكم العجز والكسل سبب لانحطاط الامم وتخلفها، سبب للاخلاق الفاسده، سبب لانتشار مظاهر الانحراف في مجتمع المسلمين كالسرقه والقتل والجريمه. اذا العجز والكسل هو سبيل الفشل وضياع الحقوق وضياع الامانات وضياع المسؤوليه. يثبتكم يضيع المسؤوليه الان بسبب العجز والكسل، لا يقوم بمسؤوليته كما ينبغي. لهذا العجز والكسل هذا عنده مظاهر عديده. كالانسان الذي يتكاسل عن اداء الواجبات، اجبر الانسان يتكاسل عن اداء الواجبات، يفرط في الواجبات، يضيع الفرائض التي فرضها الله جل وعلا. تكلمنا على مثال هو صلاه الصبح، صلاه الفجر، كيفاش الانسان يفضل النوم على الصلاه. لهذا جعل في اذان الفجر الصلاه خير من النوم. رب العالمين جعلنا كل الحوافز حتى نستطيع ان نقوم بهذه العباده الجليله على اتم وجه، باش ما نتخلفوش عليها حنا كمسلمين. رب العالمين جعلنا حوافز كثيره، بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الثواب الاجر الذي يناله الانسان بحق صلاه الفجر. شرعنا الاسباب التي تعيننا على اداء صلاه الفجر، منها الاذان يذكرك ايها المسلم ويقول لك في صلاه الفجر الصلاه خير من النوم. علاش ما يبقاش الظهر؟ خاطرش الناس كاع نايضه، في العصر كيف نايضه، في المغرب كيف نايضه، في العشاء كيف نايضه، ولكن يقولها المؤذن في صلاه الفجر. لماذا؟ حتى يعين المسلم على ان يستحضر الثواب والاجر ويذكره بامر خطير. ما هو الامر الخطير هذا؟ لما الانسان يضيع الواجبات ويقصر في الفرائض، يولي يقدم الهوى تاعه على طاعة الله جل وعلا، يولي يقدم الهوى تاعه على طاعة الله جل وعلا. لهذا الانسان اللي قصر في الواجبات مثل صلاة الفجر، يولي يقدم الهوى على طاعة الله، والهوى أي ما تمليه نفسه، والنفس تمليه عليه. أنا أرمد مازال الحال، أرمد البرد راه ما تقدرش تخرج، أرمد الجامعة بعيد عليك، أرمد راك الله يرفع عيال، أرمد أنت في النهار عييت بالخدمة. هذه هي أهواء، هذا هو الهوى. الإنسان إذا كان يقصر في الواجبات ويسيطر عليه الكسل والعجز، يولي يقدم الهوى على طاعة الله. لهذا المؤذن يقول لها الصلاة خير من النوم. ايش معنى الصلاة خير من النوم؟ لا تقدم الهوى على طاعة الله. المؤمن يقدم طاعة رب العالمين على الهوى تعالى. لهذا ربي قال لسيدنا الناس داود عليه السلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهناك كذلك الكسل في السنن والمندوبات، كي الناس اصابوا الكسل والعجز في السنن وفي المندوبات وفي المستحبات، ولا يدرون ان المستحبات ترفع الدرجات وتكثر الحسنات وتمحو السيئات، وبها رب العالمين يرضى للعبد، بها رب العالمين يرضى للعبد، وبها هذه المندوبات احب ما يتقرب به بعض الفرائض العبد الى ربه جل وعلا. يعني من احسن ما يتقرب به العبد بعد الفرض ان يتقرب الى الله جل وعلا بالسنن والمستحبات، بالسنن والمستحبات، لان الفرائض دي ناقصه، ربما تجيبها ناقصه يوم القيامه. ما صليت صلاه صحيحه، لم تصوم يوما صياما حقيقيا صحيحا. فالله عز وجل يشكر لك ذلك النقص بماذا؟ انظروا هل لعبدي من نوافل؟ شوفوا العبد تاعي عنده نوافل ولا لا؟ عنده مستحبات وسنن ولا لا؟ بها يجبر ذلك النقص الموجود في الفرائض. هناك من له عجز في هذا الباب، باب المستحبات والمسنونات. العجز كذلك
سر قد يصيب الإنسان في الوظيفة والعمل. عندك وظيفة وعندك عمل، عندك مسؤولية في المجتمع المسلم لا تؤديها على أحسن وجه بسبب عجزك الكسل. الكسل تضيع الأمانة التي قلدك الله جل وعلا فيها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله سازل كل عبد عن مصلحة. أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأله على أهل بيته. الله جل وعلا يسأل كل إنسان، كل راعي الله عز وجل حط عليه مسؤولية إلا وسيسأله الله جل وعلا: أحفظ أم ضيعه؟ عن المسؤولية مهما كان حجم المسؤولية في المجتمع، مهما كان حجمها، سواء مسؤولية صغيرة أو كبيرة، رب العالمين يسألك عليها: أحفظك أم ضيعته؟ ثم حتى يسأل الخلق على أهل بيته، حتى على أهل بيتك عن أولادك وعلى الزوجة رب العالمين يسألك: أحفظت أم ضيعت؟ لهذا الكسل هو بدعة لضياع هذه الأمانات وهذه المسؤوليات وغيرها من مظاهر العجز والكسل. ستتعلم بإذن الله جل وعلا الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا سنتعلم كيف نعالج هذا الدائين الخاطئين العجز والكسل، كيفاش نعالج العجز والكسل، كيفاش نتخلص من هذين الدائين الخطيرين. نسأل الله تعالى أن